محبوب جدك ساني بيها رايح وجاي من كثر ما أحبها عليها مخلص الماي أحبها وتحبني ولكن ابني عذبني سهران ويدور عشق بس فالح بها يا عيني متعطي ولدت فترك اليوم تصرف على التاكسي وتعوف أينام محروم عطي الولد وحده شو تريد من عنده لو رايد تزعل أقول لك أني باي باي أشكي يومي ما تحس بي بس من أحضر لك طبخ شو تقعد وياي بتجذب يعني فورني طلاني مو تظل بالتاكسي تروح الهاي والهاي نايم وفز من العشق حبك يقعدني الصبح رجلي تصعد على الدرج ياخذني قلب على السطح انت العشق وانت الهوى يل صرت لعيوني ضوى احساس ابد ما ينوصف من نمشي بالطلع سوا صدقيني ما يهمني الصرف كليتك مرتب عارف رصيد ابو الخمسة اطب والخاطرك اسحب زحف بس هو عايشني الفرح وشوفت يداوي الجرح هذا المدوخ المنطقة من كثر ما صاير وكح حاجيها براحتها لا تخليها كافي تدلل بيها كثر الجلال تعب اشتردي منها يا مرم وعيشة صارت مرمرة ما خاف من عند اشترى بس قلبي كلش طيب هذا الحكي مالك شغل يا احلى اب يا بابا صدقني غيرك ما تحب بنيتك الحبابة هاي امي يومي يا ترك تخلق مشاكل بالبيت لو يوم تسبق من صدق بالمنطقة نخش شوكليت خابرها الصبرية بس خلي اقبض ازدحام السيارات لا لا يا معودة عجزة سوين ما يصير تخليني الكركم والصودا لهاي الطبخة هي هو الشيف هيك قال دي جاوبي يا صبرية دي جاوبي التليفون دي يدق ليش ما جاوبين هسا تعالي ويش السنين ودايخة روحي للريلز وشوفي يسمعي ايش قال يلا عينم حسام دي جاوبي هاي شنو هي معقولة اللي خابر ذاك ابني شو فيه؟ شون؟ لا 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 مو بالعراقي حكى باللبناني بالنيشان ايش قال؟ لا تخلي الصودة والكركم على هاي الطبخة منشان ما تبوظ اي والله هو هيك قال ايه باللبناني حبيبة قلب حسام واحلى مها بالدنيا بدي اخلي بس نتزوج الا اخلي البيت كله يخدمك كذب الا امي يا عمري بدول قلبك ادري بيك ليش ما ادري واثقه منك كلش انه انت ما تقصر بحقي ابد وحتعيشني ملكه مو بس هاي المطبخ متفوتي له احتمال مفلشي المطبخ حتى صدري يطردنا من البيت تفلشي لك عمري ايش عندي غيرك يعني ما احبك بقد الدنيا تخيلي ابوي يدق علي واني عالسه ودا احكي وياك لان اذا اسد من يمك ينسد قلبي حسام الو هذا ماكو يدق ماكو هم مثل امه
اكون شنو العائلة هاي دمرتني لك. ابني مدى يدق التليفون لا انت جاوبه لأمك. تمام حبيبي دشوف عمو شي يريد واني منتظرتك او بعدين نتخابر. يلا حبيبتي انا راح ابدل واطلع من نرجع نحكي. يلا ديري بارك على نفسك. باي. احبها احبها احبها. اي وين صاروا ذولا؟ دخلنا نرجع للبيت اذا ما اخلي الموبايلات مالتهم بالخلاط. سهله يعني وين صرتوا؟ ما تقول لي وين صرتوا؟ للخابر ليش ما تجابون تليفون عندكم؟ خل اوصل الا خليهم بالخلاط. سهله سهله. وينهم؟ وينك يا مره؟ حشو وينكم؟ هلا هلا خير الله يساعدك. هلا خير وين يجي الخير وانتي موجوده وابنك 24 ساعه مشاكلكم؟ حشو وين؟ يا حسو. حسو الوريد ابنك ما تعرفيه؟ نسيتيه؟ اكثر شيء بالدنيا احبه من يجي ابويا تعبان ويدلعني حسو. هلا واليوم انا راح ادلعك انت وماما. ادلعكم دلع؟ ماكو شيء دلع. دا اسوي لكم بابا جيبوا لي الخلاط. ما يحتاج انت تعبان انت هنا تقعد وتامر. هسه انا وماما نسوي لك احلى عصير بالدنيا. كوكتيل اسوي لك. كل زين جيبوا لي الموبايلات. ليش؟ حتى خليل بالخلاط ويعني امر دين مرض اسوي كذا المدر الا طحين اسوي. فهمت ولا لا؟ هاي اول مره اسمع بعصير الكتروني. هو طبعا شوف دا اقول لكم اولا اني ليش سويت هذا القرار؟ لانه اني دا اصرف رصيد ودا انطيكم وانت التافه انا دا اشتري رصيد من عندك وانت تستفاد بالمحل مالتك وانت وامك من اخابركم ما حد يجاوبني. معقوله لكم ليش؟ قولوا بابا وين صار؟ اتاخر علينا؟ صار حادث؟ راح يموت؟ ليش؟ ليش يا ظالمين النفس؟ ما تقولون ابونا وين صار؟ بسم الله عليك يابا بسم الله عليك. واذا على الرصيد تعيش وتجيب لنا. هلا يعني انت خوفك على الرصيد مو خوفك على بابا؟ هذا الحكي كله شلو؟ انت هسه ايش بيك يا عيني؟ على كيفك ويانا شو جاك؟ شوف الفهاوه شوف الفهاوه. نيجي يعني نيجي على كيفك ويانا لك ليش؟ ليش؟ بيان صادر من السيد الوالد. بابا بابا الان تسحب الموبايلات من عندكم فورا تطون يعني تؤمر. بارك الله بيك. اسكت امشي يلا. بس بابا انت اكيد يعني جهه الشاقه وبتمزح ويا يعني. اي واني امزح واليوم راح امزح بيكم القاع. اطلع 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 اللي من عيني الحمراء يلا يجون. تليفون راقي لازم نخلي بالخلاط. يوج وج جنة جمرية يوج وج ضوى القمرية تقلب حقا يتقلب يا قلبي اشتعل غالي اشتعل غاليك لك ايش قد تتصل ما تستحي. ماكو هيج عم واحد من اللي جاوب قوة هي الو 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 اوسم اوزغنبوت اوقز القرد خمس مرات اتصلت ارفضك شن هالملح ما عندك اخلاق ما عندك اذواق اسواق ما عندك. اشكرك لك بابا انا حسام صديقك. حسام شنو هذا الرقم غريب؟ لك بابا دا اتصل بيك من تليفوني مال القديم وانت اكلتني حاصل فاصل ما تعطي مجال حتى واحد يحكي. شو ما درينا اني شفت رقم غريب ورفضته بعدين انت ليش دا تحكي بصوت ناصي؟ لازميك؟ خاطفيك؟ سلابة؟ بس قلي هسا اجي كان فوق راسه كان اخوك بس قح مرتين راح تلقاني فوقك. الله لا يوفقك على هاي اللغوة لك بس اسكت خلي فهمك. الله 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 انا جابر اخوك صديقك اخاف عليك وقلق بس انخاني وشوف جابر شي يسوي. جابر راح تسكت لو سد التليفون بوجهك لك الرصيد راح يخلص وانا كل شو ما حاجي. اي غير خايف عليك وقلق بعدين انت جاي تحكي بصوت ناصي كأنك ديك مخنوق. لك مروتك اسكت شويه. سكتت سكتت بس انت ايش عجب بدك تخابر من تليفون امك؟ شنو السيم كارت احترق؟ تليفونك انباق؟ خلف الله عليك انا ديك ومخنوق؟ عم في سيف اسمنتوف. اسخونه الها الضحكه لك بس اسكت خلفتيه وما ضعش لون صار. شكو اضطريت اخذ تليفون امي حتى اخاورك لانه تليفوني تصادر. حالتك صعبه حسام اكيد هاي تليفوناتك كلها ما دافع لها قمرق لو جايبهن قشق سوالفك ما تبطلهن.
لك بابا الوالد الله يسلمه شد علي القايش واخذ مني الموبايل مو بس تليفوني حتى تليفونات البيت وخلاهم بالخزانه مال جده القديمه وقفلهم باربع اقفاله. انا ما اقبل هذا تكميم الافواه والعنف الاسري مرفوض رفضا جازما. حسام حسام عجيب شنو السالفه شو مغلق معقوله متعرف لي على وحده الو هم زين من خابرة استاذ جابر لانه حضرتك خلصت المكالمه كلها بس تضحك لحد ما خلص الرصيد بعدين طبعا مضحك اذا انتم بيتكم بغراب وعجاب عنف اسري اضطهاد خوف قلق شنو بزمن نيادرتال انتم عايشين بعدين على اساس يسحب الموبايلات من عندكم الموبايل جزء مهم بحياه الشاب بهذا الزمن لو انا منك والله احتج وارفض كل الممارسات التعسفيه صراحه جابر اول مره اشوفك تحكي بهاي اللغه الفوقيه اقول لك جابر ليش ما تبطل هاي الكلاوات لك بابا هذا ابونا يعني لازم نحترمه ونطيعه اي وذا ابوكم شنو الحل تبقون هيك جابر الحل الجئ للطرف المحايد يعني المكان اللي بيه الانسانيه ونبع الحنان السيده الوالده هي تعرف شلون تلزم زمام الامور روح حسام شو علي بمشاكلكم والحنونه جتنا بضاعه باي مرحبا عيني مرحبا عندك كفرات عندي كفرات 15 برو ماكس 16 همك ممكن اشوفه بلا سخنة يا لون رايبي اريد لون ذهبي الله اوف وايت الله الله ما اشوف بلا سخنة الذهب لاهل الذهب شلونه ويا الاوتفيت مالتك يموت لا غير موديل اذا عندك عندي موديلات هو اشوف هذا البصافه بلا زحمه هذا؟ لا لا البصافه هذا؟ الله قاعد ويا لون البشره هاي تنت ويا تنت ترت ادري صبري والله ادري بس اتهم على كيفك ويا الولد ترى صار شاب ولازم تداري مثل الميل بالصينية شفت صبري هذا الدلال الزايد اللي ما أرد من عندك يطلع لأن أنت دائما أقول لك يا صبري طين عين الحمراء طين عين الحمراء على مود لا يطلع عنا الطريق وهاي نتائجه لك الولد عاب الشغل والتهبس بالموبايل والنب تعال صبري روح نخطب له صار رجال وروح نخطب له وتالي 24 ساعة من الصبح لليل تليفوناته ما أعرف شلون نعدله والله ما أعرف أقول لك شو مدرك انت بيه ما يطلع ما يروح للمحل يطلع ويروح للشغل شو انت طالع من الصبح ما تجي الا بالليل ليش حكمت هذا الحكم عليه سمع صبريه اقول لك انت تقدرين تعدليني اهلا وسهلا ما تقدرين اني ابوه واعرف شلون اتصرف بقت عندي بس صنده استخدمها وياه خلف الله عليك يعني عقب ما كبر وصار عريس ترد الشغل الصنده مالتك انا ما اعرف انا هو يعرفني كل زين اذا البس تشينكو خشمي ما يقص ماكينه ما تقص الخشم ليش على اساس انا ما اعرف وجهك تشينكو هسا 24 ساعه انا ما مشوفني انت غير بس وجهك تشينكو هسا انا ما اعرف هسا خبصتوني خلوني ارتاح يعني ما يصير تعرفوني شيء 24 ساعه فوق راسي شو السالفه بس انت امنيت يعني ما عندي بالبيت غير ستي امنيت يوم انت اكبر مني وافهم مني وانا منطيش كل الصلاحيات احكي ويا ابويا بسالفه التليفونات شوف هذا شنو عيني تريد تخليني وجهك باحه وتطلع من عندها انت صاح سليم وجهي الابيض يوم انت ليش دائما تفهميني غلط فهمني اذا انا غلط وانت تعرف الصح شنو علمني فهمني حتى انا اتصرف يمه ترى انت امي يعني تتفهميني مو انا افهمك ها يعني تمشي على الخطه اللي انا ارسمها قولي تسمع كلامي اسمع عوف الموضوع يا شنو شلون عوفه ليش يعوفه كل انسان من هو عصبي يفقد كل شيء ما يحصل كل شيء بس من يهدأ ويصير ريلاكس يعوف الموضوع ويأجل الى ان يبرد ويصير هادئ ياخذ حق باطل ياخذ شوفوا يوم تدرين بياني شاب يعني عملي اكره النظريات مع ذلك راح اسكت يوم يومين ثلاثه وراها ارد اشوف الموضوع وين يصفى
لك انت ما سامع المقولة اللي تقول في التأني السلامة وفي العجلة الندامة؟ لا تسرع يا بابا صبري، ماما صبرية في انتظارك، أدرى السائق مال تريلة. كيفك بعد؟ أنا قلت لك ولا علي قلت لك، أنت بكيفك بعد تصرف، يلا امشي وخر من قدامي. عندي شغل. مو كل الحكي نحكي. لا، حل، حل. حسام؟ اجيت؟ ها شنو؟ اخوي نعديت من امك؟ لو سمعتك حكي علي. نظل ترغي يلا فوت فوت. يلا. صغار كافي؟ انت صغير يهدأ سطرني. حسام ايش بيك رايح جاي؟ عندك خط بصره بغداد؟ قلقتني. لك يا خط انا صوتي دائما اسمع حكي امي. هي طول عمرك مستعجل، تاخذ حكيها ويوميه خسران، قلت لك عوف الحكي علي وانا ستولك. اقول لك ما تقول لي على شنو مستعجل؟ تليفوني ماخذ مني صار 5 ايام. انترنت ما فاتح. ما اعرف من اتصل علي. احتمال هسه تهكر. زين انت تالي وكيت تتصل علي من تليفون امك؟ لا بي انستا، لا بي واتساب، لا سناب شات. شنو السالفة؟ تليفون أرضي؟ أحكي وياك زاجلان؟ أحكي وياك بالرسائل؟ أقول لك عني جابر، أنت جاي هنا تشمت بي لا تساعدني. أنا ما جاي أشمت بيك يا حبيبي، أنا غير جاي أساعدك، أنت أخوي. أنا راح أسدو لك الحكي. جابر، مو كل الحكي نحكي. هسا ما تقولي ليش حالك دمك وضايج؟ أقول لك ماخذ التليفون مني، تقولي ليش أكو ضايج؟ هسا يلا يا عيني قابل صدق خلاه بالخلاط. شو أول وتالي طلع عندك تليفون ثاني أنا ما أدري بيه. لك شنو يا تليفون؟ شو ارتبكت لازم أكو شيء حسام هسه تحكي كل شيء يلا بسرعة. لك ما بدي مجال واحد يلغي أشو أكلتيني حاصل فاصل ووجهك انقلب وتسوي لي حركات ما أعرف شنو. لك مو قبل يومين بس قلتي لي بس للزواج عايشك حياة حلوة وسعيدة ومضبوط أشو هسه الوجه انقلب. حسام لا تغير الموضوع. بابا مو مغير الموضوع خلا فهمك. هذا تليفوني امي اخذته على مود اخابرك حتى بطاريته واقعه الزم البطاريه هيك يلا خابرك. بابا الغلط من عندك انت المفروض كان ترد على ابوك. ليش شنو ارد على ابويا غير تحكي وياك علي من صيحتي. ما مصيح كافي سكتي بس شنو الغي الخطبه ما ادري تورطيت شنو ما سمعت. ماكو شيء مهم تشرب شاي. يوم طريقة سحب التليفونات اللي سواها أبوي عيب ومو صحيحة. ابني موضوع التليفونات بينك وبين أبوك لا تدخلني رجاء. يوم ما يصير غير تحكي ويا ترى أنا مو جاهل. لا أنت جاهل. اللي ما يعرف يدير أموره وعلاقاته مع صديقه يعتبر جاهل. اللي ما حاس بالمسؤولية اللي على حاتقه يعتبر جاهل. ابني الموبايل استخدموه للشغلات الصحيحة مو استخدموه على مود تكسر رقبتك هي 24 ساعة محنب. اليوم العلاقات العائلية مع الأسف هسه خاصة بيناتنا احنا كعائلة انفقدت صار بيها جفاء. منين؟ من وراء الموبايل. أمك لازم الموبايل، أنت لازم الموبايل، أبوك لازم الموبايل. علاقاتنا صارت ركيكة. هسه اليوم صلة الرحم حتى انفقدت. اللي عنده عزاء والله شنو ما أقدر أروح للعزاء أخويا أدز له تعزية. ليش؟ معقولة اللي عدى عيد ميلاد والله ما أقدر أوصل لأدس لتهنئة. أقول أنا خاف يوم من الأيام العرس ما يصير بالمراسلة يا وليدي. ليش هو ما صار؟ هسه العرس إلا بالمراسلة. دسكوت امشي. اهجم اهجم. لحظة لك يا لحظة لك اهجم رشيد. لا تصبرني لا تصبرني ما يهمك دجي بس اركض 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 اصعد على البيتونة اصعد على البيتونة تعال على البيتونة انزل من البيتونة اصعد انزل من داخل انزل 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 من البيتونة اركض 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 ناوش بطل دم ناوش بطل دم لحظة 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 اعطيني بطل انت اعطيني بطل اضبط التاف التاف ما التاف اضرب هذا طلقة اضرب هذا طلقة اعطيني طلقة اعطيني طلقة اعطيني طلقة اخذ جت بالقصة مع الاسف متت صبري احنا ذني الحرب سويتها صدوق يلا بلي. ادفع الشايات فدقيقة لك انت حتى هنا لحقني بالبومجي يعني اموت ونوب تقول ادفع الشايات بومجي ايش هذا
كن منصفا يا سيد القاضي، ذنبي أنا رجل له ماضي، إن الذي أمامك الآن كانت لدي أعز إنسانا. ألو جابر، مو توني فايت من الهام ودا غندي الكاظم. شنو؟ صدق تحكي انت؟ أبوي؟ جابر يعني انت صدق تحكي؟ ونازل ياكم بوبجي وبوشنجي؟ يلا جابر شكرا على المعلومة، باي باي. لعبتني يا صبري، صدق مو كل الحكي ينحكي. لكن ابني عذبني سهران ويدور عشق بس فالح بها. يا عيني ما تعوفي ولدته فترك اليوم، تصرف على التاكسي وتعوف ينام محروم. عوفي الولد وحده شو تريد من عنده، لو رايد تزعل اقول لك اني باي باي. ايش يومي ما تحس بي، بس من احضر لك طبخ شو تقعد وياي. ذبياني فورني طلاني، مو تظل بالتاكسي تروح الهاي والهاي. نايم وفز من العشق حبك يقعدنا الصبح، رجلي تصعد عالدرج ياخذني قلب على السطح. انت العشق وانت الهوى يلصرت لعيوني ضوى، احساس ابد ما ينوصف من نمشي بالطلع سوا. صدقيني ما يهمني الصرف، كليتك مرتب عرف رصيد ابو الخمسة اطب والخاطرك اسحب زحف. بس هو عيشني الفرح وشوفت يداوي الجرح، هذا المدوخ المنطقة من كثر ما صاير وكح. راحتها لا تخليها كافي تدلل بيها كثر جلالي تعب. اشتريتي منها يا مره معيشه صارت مرمره، ما اخاف من عند اشتري بس قلبي كلش طيب. هذا الحكي مالك شغل يا احلى اب يا بابا، صدقني غيرك ما تحب بنيتك الحبابه. هاي امي يا امي ترى تخلق مشاكل.